دكتور مجدي، اتفضلي. ازاي اعمل وجبه متوازنه للناس البسيطه؟ انا باكل ليه؟ عشان اقابل احتياجاتي. انا احتياجاتي ايه؟ ثلاث حاجات ببساطه. ده انا باكل عشان انا بنبسط من الاكل كمان. ارجوك ده من فضلك الإضافة. حاول تفهمنا، يعني مش بس باكل عشان احتياجاتي، كلنا هذا الانسان، كلنا هذا الانسان، يعني مش بس عشان جعانه، انا باكل وانا مش جعانه. مظبوط. طيب فايتين مصيبه. ايه شريفه، بناكل واحنا عادي يعني معديين على الثلاجه هناكل. رايت، انا جسمي محتاج طاقه، يبقى لازم اخد نشا. النشا بقى ده كان عيش يعني رز. خلينا لا نبتدي بقى الاول، ايه فطار غدا عشاء؟ اقول لي كده ثلاثه ودكتوره شريفه تقول من كده فن. ما انا عايز جاي لحضرتك. نشا، النشا ده هو عيش او رز او مكرونه او عجين. بمعنى تورته ملفي ام 500 جنيه ده تحفه، انا عارف، جميل. زيها لا لا الكلام مش ليك يا دكتور. زيها زي الرغيف ابو خمسه ساغ بتاع الناس الغلابه اللي زي حالاتي. ذا سيم. الرز المعمر اللي بالمكسرات زي الرز المفلفل معمول بزيت تموين جوه الجسم. سيب حضرتك من البق. انا مليء يا دكتور، قول لي الحقيقه. طب قول لي اولا الفطار ايه؟ غدا ايه؟ عشاء ايه؟ طب انا بس عشان الوقت بس. حاضر. الوقت. طيب ادي النشا، لازم يكون في حاجه موجوده، بروتين، لحوم، دواجن، اسماك، بقول، بيض، البان وكل منتجاتها الجوده بالموجوده اللي عندي. نحاول بلاش بيض وكده. يعني ما علينا. الحاجه الثالثه، طبق سلطه خضراء خماسي الالوان. خماسي الالوان. خماسي الالوان بمعنى طماطم. طماطم ادي لون. خيار. الجزر لون. لا سيبك من الخيار، خضروات ورقيه خضراء ده لون. بقدونس. بقدونس، جرجير، جرجير. فلفل حره. بالظبط. فلفل الوان، فلفل اخضر. اوكي. وخس وليمون ادي لون. بصل وتوم ادي لون. بصل. طبعا طبعا. طيب انا ربنا كرمني بسمكايه. الحمد لله، نشكرك يا رب. سمكايه بروتين، اكل معايا شويه رز، اكل معايا طبق السلطه، كبشه عدس هفت فيها رغيف كده كده، وانا بسلق العدس بحط فيه طماطم وجزر. ادي لونين، بحط بطاطس واحط مش عارف ايه، بس مش دول ما بيقعدوش معايا. ادي لونين. وانا باكل العدس بعصر ليمون ومعاه بصل اخضر وورقتين جرجير. انا باكل العدس بالفطره، شويه فول بحطهم في نص رغيف معاهم شويه السلطه. لا قدر الله ديك رومي تحفه، بس ب 700 جنيه مش مشكله. بلاش شيله من على الجنب. عايز اقول لحضرتك الجوده بالموجوده. طيب. ركبي بالمنظر. اعملي لي فطار وغدا وعشاء. اعمل لك فطار وغدا عشاء. طيب سريع بقى. اقول لك فطار، عندك اربع انواع فطار، يا اما عيش وفول، بصاره وعيش ومعاهم بيضايه بليله. اوكي. ممكن بيض لوحده ده لو انت عايزاه كده، وعيش جبنه قريش بالطماطم وجنبها عيش. دي حاجه. ادي فطار. ده فطار. لازم الفطار. لازم الفطار. لازم. يعني انا يعني انا هو انا ما بعرفش. تمام. اتحرك. الفطار لازم يكون بيديكي طاقه لمده طويله. مش الفطار اللي هو تاخدي عيش ومربى. دي ده قصه. طب. وبعدين بين الفطار والغدا لازم يبقى في حاجه بتاخديها عشان ما تدخليش على الغدا وانت جعانه قوي. فهناخد فاكهه، علبه زبادي، اي حاجه من الحاجات دي. تمام. فشار. هنيجي بقى على الغدا. الغدا هناكل ايه؟ هناكل البروتين اللي بقول لك عليه المتكامل، اللي هي حبوب وبقول، يعني كشري، طبق كشري ومعاه سلطه. عدس زي ما الدكتور قال، عدس متفتفت فيه عيش، ما هو ده بقول مع حبوب. تمام. وفراخ. ومعاه شويه رز ومعاه خضار. تمام. وسلطه طبعا، طبق سلطه ده في كل الحاجات ده اساسي. اوكي. مرتين في الاسبوع بس سمك او فراخ. هي دي مش دي كده اهوت، والقطعه بتبقى قد كده، ما بتبقاش كبيره. يعني ممكن نعمل حتى الفراخ كفته، يعني ما فيش مشكله خالص. ورك فرخه. بالظبط. تمام. فرخة. فهي دي. نيجي بقى على العشاء. طيب العشاء هناخد ايه؟ انا بقى بالنسبه لي انه المهم قوي انه وجبه العشاء دي تبقى وجبه خفيفه. وما تكونش فيها سكريات. فانا بحب قوي ان انا اكل زبادي وسلطه. لا عيانين يا دكتوره. بضايه وسلطه. ما هو انا ممكن هو ده الكلام الصح، بس مش ده الكلام اللي بيعجب الناس. بس ما هو ده الاكل الصحي. طب ما هو هنعمل ايه؟ ما هو لازم اقول ده الاكل الصحي. افرضي دلوقتي انت عايزه تاكلي حاجه حلويات، عايزه تاكلي حاجه حلوه، كليها قبل الساعه 5، ما تاكليهاش بالليل.
اخر ميعاد للاكل الساعه كام؟ لا هو في اخر ميعاد للاكل دوت قبل ما تنامي بثلاث ساعات. صح.